السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة. نهار اليوم أيضا سادت أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق، تركزت فوق منطقة حفر الباطن أجزاء من شمال المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء أيضا من المنطقة الجنوبية الغربية بشدات متفاوتة. خلال الأيام القادمة يتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، لكن هناك مؤشرات ليعود الطقس للاستقرار مجددا خلال الأسبوع القادم بإذن الله. المحاور التي سنستعرضها فيها خلال هذه النشرة هي الأجواء غير المستقرة مستمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا زخات رعدية من الأمطار في عديد المناطق ترافق حالة عدم الاستقرار الجوي، وأيضا ضباب كثيف متوقع أن يغطي مساحات واسعة خلال صباح يوم الجمعة. صور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كانت ركامية هنا فوق منطقة حفر الباطن، رعدية عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة أحيانا، فيما انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة هذه المرة والعالية كانت أقل فعالية في المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية الغربية، لكن كما ذكرنا عملت على هطول زخات متفرقة وعشوائية ومحلية الطابع خلال نهار اليوم. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبقى مناطق واسعة من المملكة يوم الجمعة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي فوق المنطقة الشمالية حفر الباطن المنطقة الوسطى وامتدادا حتى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية، لكن خلال ساعات نهار يوم الجمعة تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي هنا فوق منطقة حفر الباطن الشرقية أجزاء من المنطقة الوسطى تحديدا منطقة القصيم وشمال منطقة الرياض. تبقى الأجواء غير مستقرة خلال ساعات ليل الجمعة على السبت، لكن يوم السبت تنشأ حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي أو تتسع رقعة تأثير عدم الاستقرار الجوي فوق المنطقة الشمالية هذه المرة لتشمل كل من منطقة الجوف الحدود الشمالية وامتدادا حتى المنطقة الشرقية مرورا بحفر الباطن وأجزاء من القصيم. تترافق هذه الحالة بزخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحيانا تترافق بالبرد وتعمل على جريان الأودية والشعاب. تستمر الأمطار بالهطول خلال يوم السبت، أيضا تستمر أو تتراجع قليلا خلال ليل الجمعة أو ليل السبت على الأحد، لكن تبقى مستمرة هنا فوق منطقة حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، فيما يستقر الطقس تدريجيا في عموم المنطقة الوسطى بما فيها منطقة القصيم، ويستقر الطقس أكثر خلال ساعات نهار يوم الأحد على أن يستقر الطقس تماما في عموم مناطق المملكة يوم الاثنين. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الضباب المتوقع خلال الليلة القادمة، حيث يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير مع انخفاض في درجات الحرارة وغياب للسحب في العديد من المناطق. يتشكل الضباب هنا فوق أجزاء من المنطقة الشمالية وصولا إلى منطقة الحدود الشمالية وحفر الباطن وأجزاء من الشرقية، أجزاء أيضا من منطقة حائل خلال فجر وليل الجمعة على السبت وفجر يوم السبت، تم على تدني في مدار الرؤية الأفقية ربما انعدامه في بعض المناطق، لذلك ينبه من أو يرجى الانتباه أثناء القيادة في هذه الطرقات التي تشهد تدني في مدار الرؤية الأفقية بسبب الضباب. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس مستقر، نستطيع أن نقول أنه مستقر غائب جزئي 18 درجة مئوية، الملموسة 17، الرطوبة مرتفعة 71%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 27 درجة مئوية، أما الصغرى 18، يوم السبت 27 درجة مئوية أيضا، لكن خلال ساعات الليل يتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة 18 درجة مئوية، على أن يعود الطقس للاستقرار مجددا يوم الأحد أيضا 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس والصغرى تسجل 12 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.